حمزه المثلوثي اليوم يسجل اول هدف لبازيل نادي صفاقسي، هدف رائع جدا. لو كان تحكي لنا على البونت اخبار هدف صحيح، ظهر لي خساره دوماج في ماتش، جاء في ماتش نيل كجا في ماتش ربحه واحد يعني يفرح به اكثر. هدف ظهر لي حطيت على الساق اليسار، خذيت الشانس بتاعي، عطيت يعني امنت بروحي. شوت شنو كذب عليك شنو نقول لك حبيتها غادي ليه، شوت ظهر لي فما برشا توفيق مشات في بلاصتها. هذا غالب جا في ماتش نيل وكاو باليسار وليت شوت حمص مشيت باليسار فما برشا توفيق برشا ريسيت. اسبلاش حروق بن للغارديان تاع الكلوب، بس تصور انه هو ما نجمش يشدها كومبليتوم الكره هذيك. ظهر لي مشيت معايا يعني كانت خارجه ويعني ودارت، ظهر لي عطيتها حقها بالكدا بالكدا وكما قلت لك برشا ريسيت. افش عمل فيا هذا فاروق انا عارف شو الشيء مزمر عليا ظهر لي بنزرت غادي. اما بونتوات اخرين قادمين والله الكيفيه ان شاء الله ان شاء الله، علاش ليه؟ ظهر لي بونتو واحد يعطي ثقه اكثر باش يخدم اكثر قدام وان شاء الله الجاي خير وكاو.